طالبت منظمات دولية بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ اليمن من وباء الكوليرا، وحذرت تقارير دولية من أن انتشار الوباء في اليمن خاصة في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين وصل إلى مستويات مرتفعة وخاصة بين الأطفال. مع استمرار ممارسات ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن تزداد الأوضاع تدهورا في البلاد. القطاع الصحي تضرر بقوة بسبب الانقلاب، حيث يشهد اليمن أسوأ انتشار لمرض الكوليرا بمستويات هي الأعلى منذ عقود، والضحية الأكبر هم الأطفال، حيث تدير منظمة إنقاذ الطفولة 14 مركزا لمعالجة الكوليرا وأكثر من 90 وحدة لمعالجة الجفاف في البلاد التي مزقتها الحرب. انتشار المرض يزداد بوتيرة سريعة في مناطق عدة خاصة التي تخضع لسيطرة الانقلابيين، وذلك ما دعا المنظمة إلى إرسال خبراء في مجال الصحة إلى تلك المناطق والمباشرة بمعالجة المرضى. تقارير المنظمة تقول إن هناك أكثر من 1,000,000 طفل دون الخامسة من العمر يعانون سوء التغذية الحادة، ومن بينهم 200,000 طفل يعيشون في المناطق ذات المستويات العالية من الإصابة بالكوليرا. وأضافت المنظمة في تقريرها أنه تم رصد أكثر من 420,000 حالة كوليرا، كما أدى المرض لوفاة نحو 2,000 شخص. ولم تقف الأرقام عند هذا الحد، فهناك نحو 80% من الأطفال اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة بعد تراجع النظام الصحي في البلاد إلى أدنى مستوياته.